عثمان صباح الخير عليك. صباح النور عليك. معك عثمان آدم البكر بابكر من أبناء ولا سنار مدينة السوق. سعدنا بك جدا. طيب بداية حدثنا شوية عن بدايتك كانت كيف وتعلمت المهنة دي كيف؟ والله المهنة أنا تعلمتها من أخوي أكبر مني, وبداية كان بعد تخرجي من الجامعة 2017. بعد تخرجت من الجامعة تعلمت, قعدت معاه في الدكان وتعلمت المهنة دي. ليه اخترت المجال النسائي؟ والله طبعا أنا قمت لقيت أهلي كلهم شغالين نسائي, ودي شغلهم يعني نسائي, ده شغالين شغل النسائي ده أصلا, عشان كده أنا لقيتهم شغالين فيه. شافك أنا بتخيط, وهل في مواد مساعدة يعني في الخياطة غير الخيط؟ والله في حاجات, ما الخيط واللي اسمه منه تاني, في إبر والمقص, حاجات المكنة يعني. هناك دائما يعني أوقات للشغل يعني ومواسم, الموسم بتاعكم بيبدأ 200 ولا الزحمة في الشغل بتكون 200؟ والله احنا طبعا شغل النسائي ده موسم الأعراس, موسم رمضان, ما في مناسبات والأعياد, عيد الضحية وعيد المولد, دي الأعياد اللي اسمه فيها بيكون فيها مواسم, فيها مناسبات دائما بيكون فيها المواسم يعني. خلينا نجيب في الأعياد وفي المواسم وفي الحفلات, يعني شايف في قماش كده قدامي جميل, والقماش تقريبا يعني ده من الفساتين بتاعت المناسبات, يعني القماش كده حدثنا عنه شوية, مستورد ولا برضه اسمه شنو يعني؟ والله القماش ده اسمه سيتان برادو, ومن الأقمشة الجديدة يعني بتتمطى, ما زي الأقمشة الزمان السيتان الزمان, ده السيتان الجديد مستورد بتاع فساتين مناسبات سهرة يعني بالليل, في لأنه فيها لمعة يعني, فيها لمعة بالجمعة في حتة البيجاي البرة دي, والبيجو طافية, البنات طبعا بيحبسوها لأنه لامعة بالليل مع الأنوار والاسم بتكون لامعة. أيوه دي أقمشة مستوردة يعني, في السودان هنا ما في زيها كده, ما كتير, كلها بيجيبوها من دبي والحاجات دي. طيب بتحد لو شايف في قماش تاني, القماش ده يعني برضه مستورد ولا محلي؟ والله القماش ده قماش مدارس, ده قماش عادي ما مستورد, قماش سوداني يعني, ده سكيرتيات بتاعت المدارس الحكومية والخاصة, قماش يعني سوداني ده. انتوا بتوفر القماش للزبون ولا بتوصفوا لي جهة معينة يجيب منها القماش ولا كيف؟ والله ما الأقمشة الهاسي, الأقمشة كثيرة والأنواع كثيرة, احنا عندنا جزء من الأقمشة, لكن برضو عندنا يعني السوق الشعبي عندنا محلات هناك بنوصف لهم, وساعات قشرة برضو عندهم أقمشة سمها برضو, لكن أكثر نحن بنوصفهم السوق الشعبي هنا لأنه جنبنا, وناس السوق الشعبي ذاته بيتعاملوا معنا شديد يعني, الواحد بتديها الرقم بتدق عليها بتمشي هناك بتلقى قماشة الدائرة, وفي أقمشة كمان من هنا أصلا ناس الشعبي ما عندهم, لا بنقول لها إلا تمشي ساعات قشرة طوالي مباشر. عثمان نحن يعني كده اقتربنا من النهاية, وكلمة أخيرة. الله أشكر على قناة الشروق على مجيئهم في هذا المحل وتقديرهم لنا يعني, ما قصروا, وإن شاء الله مزيد من التقدم والاستهام. شكرا لك أنت, وشكرا للحوار الجميل ده.